أمسي على كل شخص جاي يتابعنا من خلال بثنا المباشر على الفيسبوك وأيضا مستمعينا عبر أثير إذاعة العشار بالبصرة. أكيد بأف أم دائما نختار لكم مواضيع ودائما نشوف آرائكم وتعليقاتكم بخصوص المواضيع اللي نتناولها بأف أم. اليوم راح نحكي عن الطيبة. الطيبة اللي بلشنا نفتقدها بالوقت الحالي. بلشنا نخاف من الناس الطيبة. أو نقول إيش عجب صاروا طيبين ويانا، أو إيش عجب هذا الشخص صار طيب، أو ليش طيب؟ لازم وراه شيء. شنو السبب اللي خلانا نخاف عكس السابق، إنه قبل إنه أغلب الناس كانت طيبة وعلى فطرتها وعلى لاهيتها وطيبة وعطوفة ورحومة بينها وكل شيء كان حلو، لكن بالوقت الحالي بلش يتغير وبلشنا نخاف، بلشنا نبتعد ونقلل أصدقائنا ونقلل لقاءاتنا بالناس. فاليوم احنا نشوف اكو ثلاث فئات من الناس، اكو الناس القاسية اللي ما عندها رحمة وذرة طيبة، واكو ناس الطيبة المسامحة اللي تحب الخير لكل شخص، واكو ناس طيبة لكن بحدود. صرت طيب ويا مرة مرتين ثلاثة أربعة خلصت بعد. فاليوم من خلال اتصالاتكم ومشاركاتكم اكيد عبر ارقام هواتفنا اللي راح تظهر اسفل الشاشه، راح اشوف من عندكم منو الطيب ومنو اللي يتعامل بطيب دائما مهما قسى به الزمن ومهما بدارت الدنيا ومهما مر بمواقف سيئه او سلبيه يبقى طيب وطيب اصل، ومنو بيكم الطيبه مالته مؤقته او حسب مزاجه او وش وقت ما يعجبه يصير طيب وش وقت ما يعجبه يعوف الطيبه. اليوم احنا كطيبة وكطيبة الناس او كطيبة اي شخص بينا هي صفة من الصفات الحلوة الصفات النبيلة اللي هواي اكو ناس نعرفهم يتميزون بيها، عكس ما انه ناس يقولون هذا الشخص مو طيب او هذا الشخص ما عنده انسانية او هذا الشخص ما عنده رحمة بقلبه او ما يحب يساعد او لا ابالي او صاحبه بس القدامة، لكن اكو ناس تساعد وقلبها واحساسها وشخصيتها عباره عن طيبه وحب وتسامح وتحب تساعد وتحب تتواصل ويا الكل، واكو ناس غيرتها الظروف، واكو ناس غيرها الوقت، واكو ناس غيرتها الناس اللي تلتقي بيها او الناس اللي قريبه عليها، لكن بقت اكو نوعيه او فئه من الناس هي محافظه على شخصيتها وعلى طبيعتها وعلى طيبتها وعلى طيبه قلبها وعلى طيبه تعاملها ويا الناس القريبة والبعيدة وياها. أكيد أنا ناطر اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظاهرة أسفل الشاشة، ونروح لأول اتصال ويانا ونقول مساء الخير والطيبة. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة، شلونك؟ زين الحمد لله، أنت شلونك؟ أنا بخير إذا أنت بخير، من وياي؟ أنت عندك قناة تلفزيونية غير؟ نعم، إي. من وياي؟ الو الو الو، اسمعك، من وياي؟ شنو اسمك؟ اسمي كرار. كرار، من وين تتصل بينا؟ من الناصرية الرفاعي. من الناصرية، حي الله للناصرية. ايش قد عمرك كرار انت؟ عمري 14. 14 بلشت تداوم بالمدرسة ولا لا؟ قرار تسمعني؟ بلشت دوام مدرسة؟ بلش عندكم دوام مدرسة ولا بعد؟ انقطع الاتصال ويا كرار من الناصرية، نتمنى تعود بينا الاتصال مرة لاخ ونعرف تفاصيل حياتك. وما اعرف هو سألني سؤال بالبداية بس ما افتهمت يعني شنو يقصد، فأكيد نتمنى يا كرار انك تتصل بينا مرة لاخ. إذا ويانا اتصال آخر نقول ألو. ألو، مساء الخير. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة، يا هلا ومرحبا، شلونك؟ تمام الحمد لله، انت شلونك؟ احنا بخير اذا انت بخير يا زهراء، انت واهلك واصدقائك، شو اخبارك؟ الجو شلون يومكم؟ زين بالنجف؟ لا والله زين الحمد لله. زهراء، احنا اليوم اف ام نحكي عن الطيبه ونحكي عن الناس الطيبه، الناس اللي طيبه بكل وقت. اي نعم. بحزنها، بفرحها، بكل مساوئها او بكل حالاتها هي طيبه. انت من الشخصيات الطيبة المسامحة الكريمة اللي دائما تتمتعين بالطيبة، ولا لك اوقات انه تكونين بها طيبة واوقات لا؟
لا انا بالنسبه لي الناس الطيبه يعني اي شيء باي ما عليه تعسه، انا احب هذا الشخص، الناس يعني الطيبه. اها يعني انت تتميزين بالطيبه. زين عندك مره تعرفتي على بنيه من بالمدرسه او بالمنطقه وطلعت ما عندها طيبه او ما عندها انسانيه او حب لك او الباقي الصديقات؟ اي لا طبعا كانت صديقتي. نعم. ويعني لا كانت اني كانت من اول ابتدائي وياي لحد السادس ابتدائي. نعم. وكل ما هاي فاني من الطالبات يعني اول الصف المتميزه، حتى معلمين يحبونهم هاي، فهي قامت غار من عندي لان هي اصلا من البدايه صادقتها مصلحة، يعني حتى ويا الطالبات لا شيء، صادقتني انا مصعود لان انا شاطره. ويعني زين انت شاطره يعني تدرسيها يعني زي زهراء؟ يعني صادقتك كون انه انت شاطره تدرسيها وتغششيها لو شنو؟ لا لا مثلا سؤال ما تعرف مو اللي بتحصل بالفرصه تجي تسالنا علي اعطيها الجواب بفض هالدرس وتروح عني بالامتحان تجاوب، بس مو تشوف درجات اعلى من عندها هاي وتاخذ الدروس من عندي. نعم. فلس انا شوفنها تحكي يعني براي تحكي لا تنات علي، يعني قلنا شوفن هاي وتحكي وبالسادس ابتدائي يعني اجت وقامت تحكي، انا حكي اخير شيء واجهتها. حلو. وقدام كل المعلمين والطلاب. اي شنو كان ردها لك من واجهتيها انت وحكيت وياها بالحقيقه، شنو قالت لك؟ قال لي ايه انت كنت مصالحتك مو هي رادت تسوي، يعني هي طبعا قالت لي ايه انت مصالح، يعني هي اعترفت بنفسها حتى الطالبات كانوا ويا يعني فاجئا بها، ايه انت كنت مصالحتك لما صالحها انت كنت شاطره وانت بدي اصير اعلى من عندك بمستواك. اها الله يوفقها ان شاء الله ويوفقك اكيد، وان شاء الله دائما تتعرفين وتكونين انت طيبه واللي قريبين عليك يكونون اطيب كذلك. أني كل الشاكر اتصالك ومشاركة الزهورة الغالية وتحياتي إليك وللعائلة الكريمة. روح لاتصال آخر إذا ويانا ونقول مساء الخير. ألو 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 مساء الخير. مساء الورد والطيبة والتفاؤل والصوت اللي أحبه أني كلش. أسيل شلونك؟ عيوني أنت تستمي تستمي عزيزي أنت تستمي. أخاف زوجك راح يغار من عندي لين أتغزل بيك. والله شنو يجوز بعد ما خليني اتصل. لا انت اخت عزيزه وغاليه علي والله، وانت احد عائله احد اعضاء عائله البرنامج برنامج اف ام اكيد. اسيل احنا اليوم نحكي عن الطيبه ونحكي عن الناس الطيبه اللي يمرون بحياتنا اللي نقابلهم من خلال الدراسه او من خلال الشغل او حتى بالبيت، يعني من خلال يعني افراد عائلتنا او اقاربنا. انت من الناس اللي دائما يصادفونش ناس طيبه لو دائما توقعين بناس مو طيبه او ما عندهم طيبه؟ دائما اوقع بناس ما عندهم طيبه وطايحين حظ حشاك دائما. حلو هذا التصريح حبيته. والله احكيها بالعاميه ليش اقعد اجامل واسوي واقول لا انا صريحه. حلو. والله العظيم اكثر الاشخاص اللي اوقع فيهم هم ناس حشاك حشاك، يعني ناس قذرين، ناس يعني قلوبهم سودة، يعني بمظهرهم شيء وبداخلهم شيء ثاني. زين هذا هو يعني السبب انه عدم اختيارك او اختيارك للناس الصح، لو انت يعني قسمه ونصيب او حظك نقول انه دائما اللي وقعك بهي الشغلات يعني مرات تنخدعين. حظي اقول لا حظي يوقعني بهيك اشخاص وهيك يعني ناس، وعندك الدنيا تبدلت تمام، يعني الناس تغيرت، قمت تخاف تعاشر ناس، يعني انا قمت اخاف اعاشر صديقه ما اعرف شنو هي شنو بداخلها فعلا، يعني الناس تبدلت الطيبه قلت ذاك من ذاك تبدي. زين انه زين وطيب. اسيل منو الاطيب تشوفين انت؟ نعم. ولا زوجك منو مفول طيبه بيكم انت ولا هو؟ والله بيناتنا الحكي بيني وبينك وهسه ما جاي يشوفنا اكيد، يا بيناتنا يا بيناتنا الحكي بس غير اسمع اللقاء على اليوتيوب. انت قولي لي العكس، اذا هو اطيب قولي اني اطيب، واذا لا 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 صراحه هو لا هو طيب وحنون هذا الشيء، بس مرات يعني شلون اقول لك
يضم بقلبه يقول انقهر من تسوين هيك شيء. انا لا انطيها بالوجه، ما اخليها بالوجه، صريحه يعني، صريحه وعفويه انت. كلش طبعا كلش هذا كلش هاي يعني ظاهره حلوه. نعم قلت لك ثامر، انا اغلب الناس تضوج مني انا صريحه، يعني كل مره واجهتني في الشغله بالدوام نعم قالوا لي انت ليش هيك تحكيني هيك تحكيني، قلت لهم انا صريحه وما نعمي يا صديقتي، نعم قلت لهم هذا رايي وهاي صراحتي، نعم يعني اعذروني شو اسوي، ماكو قابل احلى احد من اجامل؟ الصراحه، لا ماكو احلى من الصراحه يا اسيد، طبعا والطيبه والاحترام والثقه بين طبعا العلاقات خصوصا بين طبعا، الاصدقاء واهلنا والاصدقاء. اهلنا عودونا على الطيبه، فعلا اهلنا عودونا على الطيبه وعلى المحنه وعلى الاحترام، بس هسه انا يعني ايش قد ما اريد اكون اصير قاسيه ويا نعم الناس بس ما اقدر، يعني اهلنا معودين على هذا الشيء، فعلا ما ابائنا تقدر. وامهاتنا. بس احنا انت ذكرتي بدايه الاتصال اسيل انه بلش الناس بلشت الناس تتغير، تتغير عفوا تتغير طبايحهم خصوصا هذا الاجيال الجديده، يعني اي نهايه التسعينات وال2000، اي 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 وما نعرف اي شلون صحيح نحافظ على هذه الصفات النبيله اللي ابائنا وامهاتنا اللي قدماء نقول عليهم، او الجيل الحلو او جيل الطيبين مثل ما صحيح يسمونه، انه علمونا على صحيح هواي اي شغلات جيل حلوه. طيبين اي صحيح، بس كون الاهالي يكونوا يتابعون اولادهم يعلموهم مو يعلموهم على غير اشياء، نعم يعني او يلا روح اطلع برا. وكون مره شفت لقاء ويا واحده ممثله كويتيه قالت له اني ابني دا يقول له انت حشاك الزمان، يقول له ولا انت زمان، غلط هذا صح الشيء صح غلط، صح هاي غلط. تعكس تربيتك له. نعم الله كريم يا أسيل. الله كريم، ان شاء الله نرجع مثل قبل واحسن واحسن او يا رب. اكيد تحياتنا لك ان شاء الله ولزوجك ولعائلتك تحياتي الكريمه، وشكرا لمشاركتك، سلامي لك اكيد. وماما سلم عليكم هواي، هي ماما وين ليش ما تحكي وياي؟ ماما ليش ما تحكي ما وياي؟ تقبل ما تقبل ليش ما تقبل؟ ترى ازعل عليها، قول لها ثامر يقول ازعل. ما تقبل قلت لها، قلت لها ماما احكي، قالت انا احكي في هذا الموضوع، قلت لها اي يلا احكي كنا ناكل شاي كعك ومكانك خالي. عوافي الف عافيه. مال عصرونيه. اي قلت نعم. لها احكي، كانت تقول لا ما احكي روح عيب. اكيد وجهي لها سلامنا وتحياتنا وربي يحفظها ويطول بعمرها ان شاء الله. شكرا لك يا اسيل لاتصالك، شكرا لك، واكيد ناطرين اتصالاتكم ومشاركاتكم. ونروح لالو اخر ونقول مساء الطيبه والتفاؤل. الو الو الو، بداية نص صوت التلفزيون اليومكم حتى اسمعكم وسمعوني واضح. الو الو، اسمع من وياي؟ مرحبا. مرحب، شلونك؟ انا بخير اذا انت بخير، انت شلونك؟ والله الحمد لله مستعدين. والله اني الاشوق هالقد هالقد اشوق. اخبارك؟ أنا تمام كلش، أخباري تصير حلوة خصوصا من أسمع أصواتكم الجميلة بهذا المساء الجميل، لأن والجو صار حلو وصوتكم حلو، يعني بعد شريد يعني من هذا كلش كافي إنه هذا الشيء. هاي صار الأسبوع جاي أحاول أحصلك وما أحصلك، بس اليوم ما أدري شلون صارت. وأني كلش أحب محاولاتك ومحاولات البقية من إنه يصرون إنه يتصلون ويشاركون ويسمعون أصواتهم وأخبارهم الحلوة، هذا دليل على حبكم إلي وحبكم للبرنامج أكيد يعني. واني كلش اي لاف يو، يعني هوايه اي لاف يو. بس طال جاي اسبوع يوميه من يبدا البرنامج لمن ما ينتهي، انا خابر بس ابد ما احصل. مع الاسف والله مع الاسف. ايش اليوم حصلتي؟ يكفي خلص انه اليوم حصلتي، وان شاء الله بعد يوميه تحصلين، والبرنامج صار يعني على طول الاسبوع، يعني من السبت راح يكون الى الخميس، يعني فبعد الايام صارت عندك اكثر، يعني تقدرين تتصلين او تحصلين. احنا اليوم نحكي عن الطيبه، انت من الناس الطيبه اللي دائما تكون طيبه ولا عندك حدود او خطوط حمراء بعدها توقفين الطيبه؟ والله اكون طيبه بس للناس اللي يستاهلون الصراحه، يعني طيبه ويا الناس الطيبين ومو طيبه ويا الناس المو طيبين. اي صحيح. زين مريتي بعلاقة ويا صديقة إذا كانت بالمنطقة أو بالدراسة أو عمل، إذا أنت كان عندك عمل وبعدين تفاجأتي بها بشخصيتها انه طلعت مو طيبه او طلعت انه والله متخافيه يعني حول شخصيه؟ نعم اقول ان كثيرات، يعني مو وحده واثنين. لا اخر وحده سولفي لنا على اخر وحده انصدمتي بيها. والله هي بنت الصراحه اعرفها، نعم، وتبين انها زينه وزينه وبكلامها وبحكيها، بس صار موقف تفتت لي يعني انه العكس. اها، هي دائما المواقف، المواقف اللي تبين الناس او معادن الناس. اي صحيح، هو الشخص انت يبينه انه من يقع بموقف. نعم.
فهو صار موقف وهي دخلت بي وبيان يعني استفتت للعكس. اها وانت اكيد انصدمتي واكيد ضجتي واكيد انقهرتي كون انه صديقه وعلاقه وعشره وزاد وملح بينكم وتتفاجئين بالاخير انه طلعت مو الانسان اللي ببالك او مو الشخصيه الحقيقيه اللي كانت انه تتظاهر قدامك الطيبه والتسامح والحب. صح. انت حسب اللهجه اللي جاي اسمعها انت من الغربيه. انا من الموصل. اها من الموصل يعني حسيت اكو قلتي كم مفرده يعني توقعتها من الغربيه. لا انا من الموصل. من الموصل من وين من الموصل انت؟ اني؟ اي من جانب الايمن. من الجانب الايمن. انا رانيا اللي مره تقريبا ظلت فتره تتصل ومن بعدها انقطع الاتصال. اها رانيا يا هلا ومرحبا مره اخرى امسي عليك يا راينا رانيا عفوا سحقت وين كنتي مختفيه صدق يعني ولو يعني راح اطول الاتصال عليك بس ارد اسال ليش اختفيتي وليش ما جاي تتواصلين؟ اي مو جاي اقول لك اخابركم مو تقولين لا انت تقولين مشكلتكم ويا رقمي تقولين انا صار لي اسبوع ما حصل يعني ذيك الفتره انت ما كان ما كنتي تتصلين. اي الصراحة فترة انقطعت ظروف. اها. ومن بعدها رجعت استمرت انه تقريبا هاي صار لي اسبوع من التحق على البرنامج من يبدل ومن ما ينتهي. تمام. نفسي انا واختي الصراحة. تمام يا رانيا نتمنى انه دائما تتصلين بينا وتحصلينا ان شاء الله يوميا بأفأم وشاركينا بمواضيعنا زين واذا اختك يمك انطيني اياها احكي وياها واسلم عليها او اذا حابه اشارك. صراحة مي يمي بس انا اليوم راح احوزها الليل كله. اها حلو تمام تحياتي لك وللعائلة الكريمة وتحياتنا لاهالينا بالموصل شكرا لك ولاتصالك اكيد متواصلين وياكم بأفأم وموضوعنا عن الطيبة. نروح الاتصال اذا ويانا ونقول مساء الورد. الو الو مساء الخير مساء الطيبه مساء التسامح مساء القلوب النقيه اللي دائما تكون متواجده في كل مكان اللي المسامحه اللي تحب الخير للناس. نقول الو مساء الورد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. عرفتوني انا صديقه البرنامج. عرفتوني اني صديقه البرنامج. انا اتذكرك انت يمكن من الناصريه. لا لا من البصره احنا اهل الزبيدي. يا هلا يا هلا هاشتاج زبيدي راح اكتب انت اسمك هاشتاج زبيدي يعني. هلا باهل البصره على الراس والله اكيد الطيبه والكرم والشجاعه بعد. اشكرك والله يسلمون عليك اهل البصره. الله يسلمهم واني كلش احبهم واجد احبهم واجد. وما يحبونك. لا حكايت اهل بالخصيب واجد. احنا مو حكايتنا اهل بالخصيب يقولون واجد. اها انتم تقولون هوايه او يعني تقولون هوايه؟ اي احنا نقول هوايه ما نقول واجد. اهل بالخصيب يقولون واجد. اها يلا هم تحياتنا لاهل الخصيب. احنا اليوم نحكي عن الطيبة والناس الطيبة اللي بلشنا نفقدها بمرور الوقت او بالوقت الحالي. انت من الناس المسامحة الطيبة خصوصا بالعائلة. انقطع الاتصال اعتقد مع الاسف. اتمنى تعاودين بنا الاتصال مرة اخرى واعرف شنو تعليقك بخصوص الموضوع. نروح لاتصال اخر ونقول مساء الورد. وطوا صوت التلفزيون الله يخليكم. الو الو مساء الخير. مساء الورد شلونك؟ تحياتي لك والمشاركين. واكيد تحياتي لك وتحياتي الكادر اللي حضرتك من وياي. الو محمد من واصل. محمد اذا يمك التلفزيون يا ريت تبتعد عنه او توطي صوته حتى تسمعني واضح. تمام؟ هسه واضح؟ تمام هسه اوكي محمد. محمد احنا اليوم نحكي على الطيبه والناس الطيبه واللي تتحلى بالطيبه والتسامح والرقي والاخلاق والذوق. انت اصدقائك او الناس اللي تلتقي بيها او اللي تعرفت عليها سابقا او حاليا مريت بناس وخدعوك وتفاجأت بشخصيتهم انه ما عندهم طيبه او ما عندهم حب لك او خوف لك؟ والله اخوي العزيز اغلبيتهم اغلب الاصدقاء مصلحه. مصلحه يعني شنو المصلحه اللي دائما تكون وياك او ليش يصادفوك؟
يعني شنو السبب؟ مصلحة، أنا قد المصلحة مالتي، خلص مصلحته من عندك؟ أها. نعم. يعني أغلب اللي تعرفت عليهم طلعوا إنه مو طيبين، طلعوا مصلحتية؟ إي مصلحتية، يعني نقول 50% مصلحتية. أها. زين أنت أنت كمحمد، أنت طيب ويا الناس؟ مسامح؟ لو بأوقات معينة؟ أنا مسامح بس عكس شوية يعني. نعم؟ عكس يعني العقل، يعني قلت أنا مسامح بس أصدقائي لا. يعني أنت شقد مسامح وطيب، لكن مرات يعني أغلب الناس اللي تلتقي بهم أو تتعرف عليهم يطلعون عكس شخصيتك أو عكس صفاتك اللي تحملها أنت؟ إي نعم. زين. أنا سألتك بس ما جاوبت علي، أنت طيب بحدود ولا طيب دائما؟ والله طيب يعني دائما طيب، بس ما أعرف أنا من قلت الميزان يعني. أها جماعة برج الميزان، لا جماعة برج الميزان دائما عندهم شوية صح عنيدين، يعني عندهم عنود عناد أو عناد شوية، لكن قلبهم طيب ومسامحين. مسامحين بس شوية وتروح يعني مو هو يعني. عافية. أي كون مزاج، أنتوا شخصيات مزاجية يعني جماعة، خصوصا رجال الميزان يكونون مزاجيين أكثر، لذلك أنه من يتعصبون دقائق يرجعون يبردون، وإذا ضاجوا يعني رأسة يصالحهم الشخص المقابل بكلمة واحدة هم يصالحون أكيد. نعم. أنت دخلتنا موضوع الأبراج وعلم الفلك طبعا. أنا كل الشاكر اتصالك ومشاركتك، وأتمنى تكون صديق للبرنامج ودائما تتصل بينا وتشاركنا، وتحياتي إليك. شكرا شكرا لك يا محمد. ونروح لاتصال اخر دا ويانا ونقول الو. الو الو مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ويا هلا ومرحبا. نعم ايوه انا سيف عمار. سيف عمار من وين سيف؟ من الناصريه. من الناصريه، يا هلا بهل الناصريه على الراس والله. سيف ايش قد عمرك انت؟ 15. بما انه بلش العام الدراسي او هو راح يبلش بعد ليومين او ثلاثه ان شاء الله، انت من الناس اللي يحبون المدرسه والدراسه لو مجرد انه تقضي وقت تروح وترجع؟ لا ليش؟ تحب الدراسه؟ يعني تحب الدراسه وحاب انه عندك طموح توصل؟ اي ليش لا. زين بما انه احنا دخلنا بموضوع الدراسه والمدرسه، اكيد عندك اصدقاء بالمدرسه او اصدقاء دراسه. انت يعني الجروب مالتك او اصدقائك المقربين كلكم نفس الصفات، انه طيبين وحبابين، وواحد يساعد الثاني وواحد يخاف على الثاني بمصلحته بكل شيء، لو هم اكو بيكم يعني مختلفين؟ لا اكو يختلفون اكيد. زين ليش باقين وياك او مبقيهم ضمن هاي المجموعه؟ يعني اكو بيهم اصدقاء من الطفوله يعني مو يعني من منطقتي يعني. واكيد انت او غيرك المقربين عليهم قدرتوا او حاولتوا انه تغيرون من شخصيتهم او من صفاتهم السلبيه، اكيد مع احتراماتي لهم، لكن ما قدرتوا. اي طبعا هو بعد يظل محافظ على طبعا. اها زين انت شخصيا انت طيب؟ اي انا هم من برج الميزان. اها اليوم برج الميزان منورين اف ام، تحياتنا لكل اصحاب برج الميزان اكيد. هم بعد برج الميزان، انا شرحت عن برج الميزان قبل الاتصال يجوز سمعتني او لا، فاني كلش اوجه لك تحيه وحب واحترام وشكرا لمشاركتك النا. اكيد يا مشاهدين احنا متواصلين وياكم باف ام ومنتظرين اتصالاتكم ومشاركاتكم عن موضوع الطيبه اليوم نتحدث، لكن خلينا نروح للزميل شيبان ونشوف الاستطلاع اللي عدنا اياه بخصوص موضوعنا اليوم وراجعين. طيبة الوالدة والولي، طيبة الأخوة، طيبة الأصدقاء، البعض يستغلها، بس الحمد لله والشكر يعني نسامح هواي، ونحن العراقيين صفونا بالطيبة على طول، يقولون عراقيين طيبين، هواي الحمد لله والشكر، هاي من فضل رب العالمين علينا. والله الطيبة هي يعني هي من الصفات الحسنة طبعاً، وهي الرحمة، العطف، يعني خلينا نقول من هالباب، الإنسان يكون طيب القلب، وهذا أوصانا به الإسلام، بين يكون إنسان طيب وخلوق. ورؤوف. والله يا طيبة تعني لي عمل الخير، فكل إنسان بي في داخله طيبة يريد أكو من يظهرها، أكو من يخليها في باطنه، في عمل الخير إنسانية، الإنسان بحد ذاته هو طيب، فإذا أنت تريد تكون كإنسان تعمل طيب، هاي معنى الإنسانية، وكل إنسان قلت لك هو بي طيبة في داخله، فأنت بقت يمك، أنت تريد تعمل طيب إذا كان جيرانك أو كان صديقك أو كان أهلك المقربين هو إليك، فهي طيبة أنا بعمل الخير في كل
صنوفه مثل ما نقول. عالطيبه والدين مواتك ها طيبه. التسامح طيبه، الجار الزين طيبه، الصديق هو كله من الطيب الانسان. الله خلقك شنو انت يسموك انسان؟ هي الرحمه. طيبه تعني الاصاله العربيه وتعني الخوه والطيبه، مكافاه الطوائف تنجمع عليها الطيبه. فالطيبة موجودة إن شاء الله عند العراقيين. الطيبة تعني لي القلب الصافي النظيف، رحمة رب العالمين اللي بقلوب الناس. طبعاً هسه هي انتهت بعد ويا الاحتلال، من دخل الاحتلال علينا انتهت هي بعد، بس مع ذلك لو خليت قلبت تلقى بقسم من الناس أكو بعدها، يعني أكو بقلوب قسم من الناس بس مو مثل قبل. أكيد رجعنا وياكم بعد هذا الاستطلاع الجميل لزميلنا شيبان، شكرا لك ولاستطلاعك. طبعا مثل ما شفتوا أغلب المتحدثين من النساء والرجال قالوا أنه إحنا العراقيين ماكو مثل طيبتنا، أو العرب بصورة عامة ماكو مثل طيبتنا وماكو مثل تسامحنا وقلبنا الطيب. لكن بلشت هاي الأشياء تروح أو نفقدها على مر الزمن، أو من الأحداث اللي مرينا بها إحنا كعراقيين بالتحديد بلشت هذا الأشياء تنفقد، أو بلشنا نخاف من الناس، أو بلشنا نخاف من العلاقات حتى ما ننصدم بعد مرور وقت، ننصدم بالناس اللي إحنا وياهم زاد وملح أو عشرة قوية. لذلك نشوف أنه هاي الأشياء الزينة بلشت تختفي، لكن إحنا نرجع ونقول أنه إحنا العراقيين ماكو مثل طيبتنا وماكو مثل طيبة قلبنا وحبنا وتسامحنا على أبناء وطننا من شماله لجنوبه. أكيد نروح للاتصالات ونقول ألو مساء الطيبة. الو الو يا كريم، السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونكم اخباركم؟ احنا بخير واخبارنا زينه، وكل الزينين من نسمع هاي الاصوات اللطيفه بهذا المساء الحلو. الله يسلمك. انا زينب من الانبار. زينب من الانبار، يا هلا بزنوبه ومرحبا، ويا هلا بنات الانبار من بدايتها لنهايتها. الله يسلمك على راسي. شلون الانبار ان شاء الله بخير؟ الحمد لله تسر بخير. الحمد لله، الله يحفظكم ويا ربي دائما بالتوفيق والنجاح بكل مجالاتكم. الله يسلمك. موضوعكم ان الطيبه، انا طيوبه الى ابعد الحدود. نعم. اي انا حسألتك عن شخص. نعم. اريد اصبركم يا برنامجكم هذا. اوكي. اي انا احب ضاحي، حبيت واحد حلو من كل قلبي. نعم. اي وهذا الواحد يحبني يموت علي، بس شنو بيناتنا؟ بيناتنا اهلنا. اها، يعني رافضين انه تتزوجون او ترتبطون؟ اي اهلي رافضين نرتبط. شنو السبب؟ السبب انه هو صديق اخويا، عدم ضرب بعلاقتنا ما يقبلون نتزوج. اي بس ما بيها شيء، هو يعني جاي من الباب ما جاي من الشباك، يعني جاي ياخذك على سنة الله ورسوله ويرتبط بيك ارتباط رسمي قابل، يعني هو شيء مو غلط ولا عيب، بس وحتى اذا هو ضاج اخوك كون هو صديقه، لكن انت هو جاي يعني يتزوجك، يعني مو جاي انه مثلا مجرد علاقه طفيفه او مجرد مع احتراماتي اللي يضحك عليك ويعوفك. نعم. اريدك يعني توصف لي حبه، يعني مو شلون ما كان مو عليك هسه شلون. نعم. يعني تنصحني؟ والله اني النصيحه اللي انطيك اياها، وان شاء الله يا ربي يضبط الموضوع بيناتكم، وان شاء الله اسمع اصواتكم اثنينكم، واكون اني اول الحاضرين بعرسكم كذلك، انه اكيد اول واحد. شكرا. اكيد اول الحاضرين، وكل الكادر اجيبهم وياي، حتى المخرج رسول يجي وياي. تمام. المفروض انه تستشيرين او تحكين ويا شخص كبير عندكم، اذا والدك او والدتك او عم او خال، يقدر ياثر على اخوك او على اهلك، لان انا متاكد انه انت. انا عندي شخص واحد حل غالي علي، يعني يتهمني خالي، وانت خالي يعني حل مو زين.
اها يعني مريض قصدك ولا شنو؟ اي والله مريض بس سلامتك سلامتك الف سلامه. لان انا متاكد منك انت انه انت ما راح تتزوجين او ترتبطين بشخص غيره هذا اللي تحبيه، ولا راح تحبين او تهوين غيره، وراح يظلموك ويظلموه. يعني اول شيء اذا ما خلوكم ترتبطون انت راح تتزوجين شخص لا تحبينه ولا يحبك ولا تعرفينه ولا يعرفك، وهو هم راح يرتبط ببنيه او يتزوج اول وتالي ببنيه مجرد زواج تقليدي، وهم راح ما يعيش حياه حلوه مثل ما اللي هو كان راسمها بخياله وراسمتها انت بخيالك، انه من تكونون سوا وتنجبون اطفال وتربوهم وشلون تعيشون وشلون تحافظون على علاقتكم مدى الحياه. فاتمنى انه انت والله كلامك ذهب. نعم، فاتمنى انه من حضرتك انه تشوفين شخص غير خالص اذا كان عم او اب او ام، انه تحكي لهم هذا الحكي، تقولي لهم انه انتم راح تظلموني، راح يجوز اني اتزوج تزوجوني لغيره لكن شهر شهرين انفصل او اتطلق، او يطلع هو الشخص مو زين اللي راح اتزوجه اذا ما تزوجت هذا، يطلع انه مثلا ما ملتزم دينيا، ما يخاف علي، ما يخاف. هسه يقولون لو تتزوجيني ابن عمي شلون ما نعطيك هذا الشخص؟ بس هو الموضوع مو اجبار غير يعني؟ صح، لا والله بدون اجبار. لا ما يصير، يعني احنا وين؟ احنا وصلنا لمراحل متطوره والناس اتفتحت عقولها يعني، واكو ثقافه، واكو ثقافه وعي عفوا حاليا. يعني انت حاولي انه تحكين وياهم او تتعاملين وياهم باسلوب، قولي لهم انه اني حتى اذا ازوج ابن عمي، ولو اني هسه راح اخاف يعتبره بعض المشاهدين او المستمعين يجوز هو تحريض، لا هذا مو تحريض، لكن اني اخاف عليك وعلى حتى ابن عمك، انت حتى اذا راح تزوجين ابن عمك انت اوكي هو ابن عمك وعلى عيني وراسك ومن دمك ورحمك، لكن انت من راح ترتبطين به راح ما راح تحبيه، راح مجرد انه بس مجرد يكون زوج. يعني عكس انه نعم، يعني خطيه تحتهم مساجين ويا ياسين حيل مو شويه عبن يحبني. تمام، زين انت ليش ما تحكين ويا ابن عمك اذا كان اكو اتصال بيناتكم او يعني تقدر؟ حكيت وياه قلت له انا احب شخص وهذا نعم. الشخص غالي علي، كان يقول منو؟ قلت له والله هذا الشخص يعني يهمني بس انا، ما يهمك انت. نعم. اي حكيت وياه كان يقول له ما زلت تريدين هذا الشيء؟ لا والله غصبا عني يصير الزواج. اها والله صراحه انا هنا فاني ما اعرف بعشا اقول لك، بس انت حاولي انه تستشيرين ناس اكبر، يعني حاولون انه يفضون يعني الموضوع. يعني برنامجك انت يعني تنطين يعني شلون تقول نصيحه لهم بس كذا الله يشوفون الفيديو البرنامج. والله اني مو بس لك، لكل العوائل انه حاولوا انه تزوجون او تخلون ابنكم او بنتكم، مو بس للبنت حتى للولد، حاولوا انه تزوجوه او تخلوه يرتبط بالشخص اللي هو يريده، لان هذا هي الموضوع هو موضوع مصير، موضوع حياه، موضوع عمر. يعني انا مو ازوج بنتي الشخص ما تريده والله لان ابن عمها، ورا شهر شهرين تتطلق او تنهزم او تسوي بنفسها، فهذا موضوع يعني تجيب العار وتجيب المشكله لاهلها والاهل الولد. صحيح والله. اي والله، لعاد احنا ليش جاي نشوف كثير من المشاكل جاي تنعرض على التواصل الاجتماعي، انه بنت مهزومه، انه اكو تعنيف اسري بسبب هاي المشاكل والارتباطات اللي جاي تكون غير يعني اكو بيها تفاهم او وعي شويه. فنتمنى من اهلك او اهل الولد اللي هو ابن عمك اذا كانوا يتابعونا او يشاهدونا من خلال البث او من خلال الشاشه، انه يفكرون شويه، يفكرون بالحياه المستقبليه، لا يفكرون هسه. راح اخليهم يشوفون والله بالساعه ينعاد برنامجكم، ينعاد الساعه 1 بالليل؟ لا الظهر باكر، وموجود هو على اليوتيوب، الحلقه موجوده على اليوتيوب وموجوده على بيج القناه بالفيسبوك. تسلم رحمه الله والديك، تدللين وان شاء الله يا رب نسمع الاخبار حلوه. اذا تحب الله يعطيك شر عن بيتك في دوال عمرك. شكرا لك ولاتصالك، وان شاء الله نسمع اخبارك الحلوه وتفرحينا. تحياتي لك ان شاء الله ان شاء الله، ناطر اتصالك. شكرا لك ولاتصالك. طبعا الصراحه هيك قصص كلش تاذي، ومو بس تاذيني، تاذيكم كذلك، لان من المستحيل انه اني ارتبط بانسانه اني ما احبها، ومجرد انه عناد كون تحب شخص اني اتزوجها واكسرها واكسر قلبها، مجرد هيجي خباثه او حقد او كره، او انه انا بس انه انفذ طلباتي او رغباتي. نتمنى لك التوفيق يا عزيزتي، وان شاء الله يا رب ينحل الموضوع. اذا كنت تشاهدينا ونروح لاتصال اخر ونقول الو. الو. الو مساء الخير. السلام عليكم، شلونك خوي؟ انا بخير، انت شلونك؟ شخبارك؟ فدوة حلك على راسي. فدوة فديت راسك انا، انت منين تتصل بينا؟ أنا من الناصرية. يا هلا بالناصرية. إيش تدرس؟ شنو اختصاصك؟ تحليلات مرضية. تحليلات مرضية، أنت حاب التحليلات المرضية لو هيك طلع لك يعني، أنت أهلي ولا حكومي تدرس؟ لا أهلي. أهلي وحاب الموضوع يعني، حاب اللي هذا القسم أنت اختاريته لو اختاره لك والدك أو والدتك؟
حبيته بس بعدين من درس ذاك ليش حبيته خوش قسم حلو. اها طيب احنا اليوم نحكي باف ام طبعا بالبدايه ما عرفت اسمك شنو اسم حضرتك؟ اسمي احمد. احمد يا هلا باحمد وعاشت الاسامي. احمد احنا اليوم نحكي عن الطيبه وعن الناس الطيبه اللي نشوف حاليا بالوقت الحالي قمنا نخاف من الطيبه او قمنا نخاف من الناس اللي تتعامل ويانا بطيب نقول ليش تتعامل ويانا بطيب. صحيح هذا الموضوع خصوصا المجتمع الجامعي بكميه نفاق ويعني ناس قلوبها سوداء مو يم الحكي. طيب ليش احمد برايك ليش جاي يصير هيك شيء او ليش جاي ينشر او تنشر هيك ظاهره؟ ما اعرف يعني شنو السبب انه هي مثل ما تقول انه اغلب الشباب نعم يكون ما ملتقي بنات او هذا المجتمع المختلط نعم من يطلع معه يعني عفوا على هذا الشاي انه ما شايفه شاف اها اي لذلك انه اصير مشاكل اي اكو مشاكل صار عندنا هواي كل شوي مشاكل. طيب احمد انت واجهتك مشكله بخصوص هيك موضوع يعني تعرفت على شخص اذا كان ولد او بنت وياك بالجامعه وانه تعامل وياك بطيبه وتسامح واحترام وبعدين اكتشفت انه عكس هذا الشيء؟ عرفت على وحده مزجيه بشكل يوم تسوي تعاركه ويا ابني يوم تعاركه ويا ولد يوم ويا فلان يوم ويا فلان حتى قمت ما اشتي اوقف يمها صراحه. وانت بقيت تفتر وراها الصالح بيها يعني الصالح بالناس اللي تتعارك وياهم اكيد يعني صرت المصلح الاجتماعي بالبدايه يا صديقتي بس بعدين لا قلت لها ما العلاقه ما الدخل. اها حلو زين شنو شنو تنصح الشباب اللي حاليا مرحله اولى او بلشوا الدوام او الحياه الجامعيه شنو تنصحهم يسوون او يمشون بنصيحه تبعدهم عن المشاكل؟ اهم نصيحه عدم التصنع لان هو قاعد يصنع نعم. مثل ما تقول انه فلوس او يصنع الضحك يصير كوميدي زياده عن اللزوم نعم زياده عن اللزوم البشر على طبيعته من يطلب الجامعه صح يعني يكون على طبيعته ويكون عفوي وما يصنع ولا يمثل نعم عدم التصنع. اها حلو عاشت ايدك وشكرا لك ولاتصالك يا احمد ونتمنى تكون صديق للبرنامج ودائما تشاركنا باف ام. تحياتي لك ولاهالينا بالناصريه. نروح لاخر اتصال ويانا باف ام ونقول مساء الطيبه. الو الو دائما اخر اتصال يشلع قلبي يا اما ينقطع يا اما الصوت يقطع يا اما بس يمسي علينا وينقطع الاتصال لا اريد اتصال مخرجنا ما اريد اختم. اكو اتصال لو لا اوكي انا لازم اخذ اتصال والاتصال يكمل على اتم لا انقطع الاتصال مع الاسف. يلا عيني انت اللي اتصلت بينا اخر شيء وانقطع الاتصال اتصل بينا السبت ان شاء الله بحلقه اف ام وموضوع جديد ان شاء الله وان شاء الله نعرف تعليقك بخصوص الموضوع مال يوم السبت. طبعا اني اشكر كل شخص شاركنا واتصل بينا.